29/10/2020. A patient was brought by an ambulance to the inpatient department. He was provisionally diagnosed with acute pancreatitis. بالبنكرياتيتس انت شو بدك تفحص؟ بدك تفحص الانزيمات اللي بتطلع من البنكرياس، تمام؟ شو اكثر انزيم مفيد وبس ما يعني بكروكيا دائما ما بذكره. كروكيا دائما ما بذكره، تمام؟ most specific اللي هو اللايبيز، specific اللايبيز، تمام؟ الاميليز دائما بذكر الكروك. طيب بتعرفون الثلاث، لايبيز للفات، تمام؟ الاميليز للكربوهيدرات، والتريبسين للبروتين، تريبسينوجين بعدين بتحول للتريبسين. طبعا اجانا في السؤال دكاتره اللي هو الاي ال تي والاي اس تي. ال تي اللي هي الالاناين ترانس امينيز اللي هي سبيسيفيك للليفر، هاي تمام. الاي اس تي للليفر بس مش سبيسيفيك. الكولين استريز جواب بي، هذا عباره عن نيورو ترانسميتر، هذا انديكيشن انه في عندنا بويزنينج، تمام دكاتره. جواب اي، لاكتيت ديهايدروجينيز ال دي اتش واسع، في عندك ال دي اتش 1 2 3 4 5 هسه جايين عليهم في سؤال 2، تمام. سؤال 2، بلاد تيست اوف ذا بيشنت ريفيل البومين كونتنت اوف 20 جرام لكل لتر، اند انكريز اكتيفيتي اوف لاكتيت ديهايدروجينيز، ديهايدروجينيز ايزو انزيم 5 ال دي اتش 5، تمام. ال دي اتش 5 دكاتره منلاقيها في سكيلت المصل وفي الليفر، تمام؟ وكاتب لكم اياهن واحده واحده، كل واحده شو بتلاقي فيها اي نوع من الـ من اللاكتيت هيدروجينيز، تمام؟ الليفر ال دي اتش 5، اللنج ال دي اتش 3، الهارت ال دي اتش 1 وال دي اتش 2، بس ال دي اتش 1 اكثر من ال دي اتش 2، تمام؟ الكدني والبنكرياس ال دي اتش 4، السبلين ال دي اتش 3 وال دي اتش 4، تمام دكاتره؟ تمام دكتور. سؤال 3 قد مكرر، سؤال 55/2018 دكاترة، نص حرف مكرر. اجى قال لي في عني ديفكت في الاكوموديشن تبعت الاي، ديفكت في الاكوموديشن تبعت الاي، مين المسؤول عن ديفكت في الاكوموديشن؟ السيلياري مصل، تمام. طبعا هون ذاكر لكم كل واحد كل مصل مسؤوله عن اي شيء. وقال لي كمان شيء، إذا بتلاحظوا في الأجوبة سيلياري مصل مذكورة ثلاث مرات، أنا هنا بدي أشوف كمان شغلة ثانية، خلينا نعرف الجواب. بيوبل إز ديليتد أند أنريسبونسيف تو ذا لايت، شو يعني ديليتد؟ يعني ما بصير فيها كونستريكشن، يعني في عندي ديفكت في الكونستريكشن. طب شو المصل المسؤول عن الكونستريكشن دكاترة؟ اللي هو الأيريس سفنكتر مصل، أيريس سفنكتر مصل، ماشي دكاترة؟ تمام دكتور. سؤال 4، One of the causes of pernicious anemia is the disturbed synthesis of transcurine cast intrinsic factor. Intrinsic factor دكاترة بيطلع من البطي تبع الاستومك، تمام؟ مسؤولات عن شو؟ عن الابسوربشن للبي 12. طب شو البي 12؟ اللي هو نفس الكوبالامين. سؤال 5، proliferation of connective tissue in the liver, parenchyma, fibrosis that result from a chronic disorder cause of blood flow disturbance in the classical hepatic lobule. Describe the blood flow direction in this lobule. The blood flow بيجي بريفيرالي وبفوت سنترالي. احنا بنعرف انه هون في عنا سنترال فين بمر من الـ من الـ من الليفر، تمام؟ بفوت على الليفر بورتال فين وبيطلع من الليفر شو؟ inferior vena cava، تمام؟ من البريفيرال بيجي عندك هاي هون بانكرياتيك وسبلينيك فين وانفيريو ماسنتريك فين وجيجنو ايليال فين وكله الى اخره، بتصلن مع بعض بالرايت والليفت، بكون الرايت والليفت بورتال فين بفوتن على الليفر وبيطلعن بالانفيريور فينا كافا وبعديها على الهارت، تمام دكاتره؟ from peripherally to the center. تمام دكتور. سؤال 6،
132/2018 كلاس، لأن جمعت لكم كل الأفكار اللي ممكن تجيكم بهذا السؤال من ناحية الـ ABO. Before a surgery, the blood type of patient is being determined according to the ABO system using monoclonal antibody against the blood group antigen. كلك نايدر الانتي اي ونايدر الانتي اي انتي بي ريأجن كوزد اجلوتينيشن. كلك يعني لا في لا الانتي اي ولا الانتي بي عمل لي اجلوتينيشن. شو بده يبكي معناته البلد جروب او بالاو بيبكي في عندي نو اجلوتينيشن بالانتي اي وبالانتي بي، تمام؟ طب عكسه تماما بوزيتيف اجلوتينيشن في الانتي اي والانتي بي بعمل لي شو؟ بعطيني بلد جروب اي بي. تمام دكاتره؟ اجتنا في سؤال 183/2017 جواب بي. جواب اي اللي هو اذا كان بلد جروب بي، تمام، بيجي بقول لك اجلوتينيشن وذ انتي بي، تمام. هون جواب بي مثلا اي بي بصير اجلوتينيشن مع الانتي اي والانتي بي، تمام. جواب اي البي بصير اجلوتينيشن وذ انتي بي. طب جواب اي اللي هو هنا بصير عندي اي بلاد جروب اي بيكون عندي اجلوتينيشن وذ انتي اي، تمام، ونو اجلوتينيشن وذ انتي اي او وذ انتي بي. طيب هذا اذا خرفنا عن كل، اذا جاب لي كلمه انتي اي وانتي بي. طب اذا جاب لي سيروم الاي، سيروم اي سيروم بي كالتالي. الجواب اذا كانت انه يطلع لي جواب بي يعني البلد جروب بي لازم يكون عندي اجلوتينيشن نوت اوكر، عكسه تماما نوت اوكر وذ سيروم وذ سيروم بي واوكر وذ سيروم اي. اذا كان البلد جروب اي اجلوتينيشن البنفسج انا قاعد بقرا اجلوتينيشن نوت اوكر وذ ستاندرد سيروم اي، تمام. بغير لك في السؤال دائما يا بيجيب لك سيره الانتي يا اما بيجيب لك سيره السيرم. اذا السيرم نوت اوكر، اذا انتي معناته اوكر. سؤال 7 when checking donor blood at the blood transfusion station antibodies to human immune deficiency virus were found in blood serum of one of the donors what method is recommended for confirmation of HIV infection. جمعناها كلهن الويسترن بلاد للـ HIV infection، تمام، وفي عندك الإليسا للهيباتيتس بي، إليسا للهيباتيتس بي، والإيمونوفلوريسانس للإنفلونزا، وإذا بتذكرين في المايكروبيولوجي أجانا رايترز كومبليمنت فيكسيشن تيست للجونورية والتوكسوبلازموسس. سؤال 8 during a surgery with application of inhalation narcosis and muscle relaxant the anesthesiologist يعني طبيب التخدير noticed rapid increase of the patient body temperature to 43 degrees Celsius. اللي دائما بيخافوا منه الانستسيولوجيست هو ارتفاع في درجة الحرارة. لما يعطي انستيسيا للبيشنت وصار ارتفاع في درجة الحرارة هاي اسمها anesthetic stress دكاترة. anesthetic stress اسم الدياجنوز. طيب اذا ارتفعت درجه الحراره اكبر من 40 احنا بنتخرف عن هيت ستروك، عن هيت ستروك. طب شو اسمها اذا كان هيت ستروك وكان عندي انستاتيك ستريس؟ شو اسمها؟ اسم السندروم هايبرثيرميك سندروم، سهل جدا، تمام، اللي هو احد انواع الهوسبيتال اكوايرد هايبرثيرمي. سؤال 9 during the exercise test on a training bicycle the patient respiration rate increase. يعني واحد بيبذل جهد بيعمل فيزيكس اكتيفيتي ففي عنده حرق طاقه، في هاي حرق الطاقه بتحتاج اكسجين وهذا الاكسجين عشان يعطي شو بعديها CO2، فشو بده يصير عندي انكريز اوف CO2 تنشن ان ذا بلاد. سؤال 10 اجى بسؤال مايكروبيولوجي، بالمايكروبيولوجي سؤال 23 مكرر امان واز هوسبيتالايزد on the fifth day after the worst of the disease he was jaundice يعني he has jaundice بالاصل يقول he has jaundice myalgia chills and nasal bleeding انضرب الكبد
وصار عنده ديورينج ذا لابراتوري دايجنوستيك بكتيرولوجيست بيرفورم دارك فيلد مايكروسكوبي دغري ليبتوسبيرا. تمام، الليبتوسبيرا حكيناها في الميكروبيولوجي، جمعت لكم اياها هناك، وهي اخرى مره بنجيب كل التجميع اللي بتيجي ممكن تجيك في الكرو بخصوصها. تمام، الليبتوسبيرا ترانسميتد ثرو كونتامينيتد ووتر او سويل تو ذا ايز او اجت هاي في كروك اثنين جاستروكروميس ان ليج اللي هو بطه الاجر. تمام، عضله بطه الاجر. شو اجى كمان عنها؟ انها جرام نيجاتيف سيل لوك لايك سي اند اس ليترز اجتنا. تمام، اجت برضو انها بتعمل لي هيباتيتس ورينال فيلر، والدياجنوزز ببين دارك فيلد مايكروسكوبي او رومانسكي جيم زي ستينينج. سؤال 11 مكرر كثير مرات. A five-year-old child present with severe progression of bacterial disease during blood serum examination. A significant decrease of immunoglobulin concentration and absence للB lymphocytes. دغري أنا بتخرف عن بروتون سيندروم. في البروتون سيندروم ثلاث شغلات مهمات لازم نعرفهن. Decrease all immunoglobulin. تمام؟ أو decrease في الIgA والIgM. هاي طبعا احنا قلنا ان هذا غلط ولازم بالاول ايمونوجلوبولين، لكن اجاكم في السؤال في الكروك هاي بدكم تحفظوها انه لما يجيكم ديكريز في الاي جي اي والاي جي ام وبروتون سيندروم دغري متصلات مع بعض، او ابسنس في البي سيلز. تمام، مش او وكمان طب بصير فيها ابسنس في الها في البي سيلز. عكسه تماما الدي جورج سيندروم، بصير ابسنس او ديكريز في التي سيلز ليمفوسايتس. سويس تايب ما جاتش، لكن مش غلط تعرفوها. سويس تايب اللي هو جواب سي، ابسنس في التي والبي مع بعض. تمام، لويس بار سيندروم ما اجت، لكن اللي بدنا نعرف عنها انه هو بصير عندي خلل في الاي تي ام جين، وبصير فيها ام شيء هاي مكتبين لك بين قوسين اتيكسيا تالانجيكتازيا. تمام، اللي هو سيريبرال ديجنريشن. تمام، سؤال 12 تمام دغري. واي ذا تيست بوزيتيف اجتنا اكثر من مره تايفويد فيفر. سؤال 13 اجا قال لي اريثروسايت 2.5 معناته في عندي انيميا، هيموغلوبين برضه 50. قديش النورمال هيموغلوبين دكاتره؟ 130 ل 170. وكلف عنده مايكروسايتوزيز وبلاد سيروم الايرون برضو ديكريز هنا، معناته انا بتخرف عن ايرون ديفيشنسي انيميا. جو سؤال 14. After a traffic accident the lower limb of the injured person had to be amputated. For a long time, the patient was still feeling the amputated limb and intense unbearable pain in it. يعني واحد انقطعت إجره. تمام؟ بقول لك بعد فترة ظل يشعر بالوجع، ظل يشعر أن إجره موجودة. الشعور بوجود الإجر أو بوجود وجع في منطقة مقطوعة هذا اسمه phantom pain، ألم وهمي. تمام؟ phantom pain اللي هي ألم وهمي. ماشي؟ سؤال 15. A laboratory rat with chronic kidney failure has osteoporosis. وقال لك pathological calcification of the internal organ and arterial hypertension. The arterial hypertension and osteoporosis. شو السبب تبعها؟ هنا. الباراثايرويد هرمون. الباراثايرويد هرمون احنا بنعرف انه بيعمل على انكريز للرنين سيكريشن. تمام، ثاني شيء ليش سبب لي الباراثايرويد هرمون اوستيوباروزيس؟ الاوستيوباروزيس احنا بنعرف هي بسبب نقص الكالسيوم. بنعرف انه وظيفه الباراثايرويد هرمون يعمل لي ريابسوربشن للكالسيوم ويزيده في الدم، فباخذ ريابسوربشن للكالسيوم من البون وبنقله لوين؟ للدم. فبصير عندي نقص الكالسيوم في البون، شو بصير عندي؟ اوستيوباروزيس. سؤال 16.
26-year-old woman was brought into the maternity department, considering the time of her pregnancy 40 weeks. She should have gone into labor already. Examination determined that uterine cervix is open. بالأصل كدش لازم يصير حجم اليوترينت سيرفكس يوصل الأوبن تبعه من 8 إلى 10 سنتي. هون مش ذاكر لك السنتي، ها مش ذاكر لك الحجم، بس بدنا نعتبره انه وصل الحجم المطلوب عشان تبدأ عملية الولادة، عشان تبدأ عملية البوشينج، تمام، اللي هو ستيج الثاني. فعشان تبدأ عملية البوشينج لازم يصير عندي الكونتراكتيليتي، تمام. بس هون اجى قال لي كمل لي، قال لي but uterine contraction are absent. دغري شو لازم اعطي؟ الاوكسيتوسين. الاوكسيتوسين بزيد من الكونتراكتيليتي خلال اللابو. طبعا شو ممكن يجيب لك اسئله؟ طبعا هون ما ضيعكش، ما جاب لك سيره البروستاجلاندين، تمام، الفرق بين البروستاجلاندين والاوكسيتوسين. اعملوا سكرين شوت عشان تشوفوا وانت مستعمل هذا وانت مستعمل هذا. سؤال 17. A test animal received electrical impulses that irritate the sympathetic nerve that innervate a blood vessel of the skin. What reaction will it cause in the blood vessel? واحد بيقول لي صار عندي irritate sympathetic nerve، يعني في عندي إثارة بثير لكاعد sympathetic nerve. شو بدي يسبب لي sympathetic nerve؟ arterial and venous constriction، زيادة في البلد فيسل، بعمل لي زيادة في البلد بريشر. سمباثيتك، أخذنا السمباثيتك والبرا سمباثيتك. بالسمباثيتك في عندي increase in blood pressure، تمام صح؟ طب increase في البلد بريشر في السمباثيتك، إذا متذكرينها معناته شو بده يصير عندي؟ arterial and venous constriction، عشان يصير زيادة في البلد بريشر. constriction في الفيسل عشان يصير زيادة في البلد بريشر. سؤال 18. A 50-year-old man complained of a hoarse voice and difficult breathing. Examination detect laryngeal tumor in the region of the vocal cord. In this case metastasis can spread in the following region lymph node. طب هون الفوكال كورد laryngeal tumor، هاي ثواني، هاي الثم 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 نزل وعندكم اللارينجيا اللارينكس هنا صح؟ هون اللارينكس وهون الفوكال كورد. شو أقرب لمف نود عليهم؟ الديبت سيربيكال. الديبت سيربيكال أقرب إشي عليهم، تمام دكاترة؟ ميتاستازيس. سؤال 19. Clinical instrumental examination of the patient allowed to provisional diagnose him with liver cancer. هذا السؤال كروك اثنين، بس للأسف جايب لكم إياه، يعني أنتم ما خدتوش موضوع الأنكولوجي لحد هسه، خدتوا سنة خامسة على ما أذكر، بس يعني لا حول ولا. هذا الكروك. أجي أقول لك liver cancer، بيقول لك شو البيو ماركر أو البروتين. بروتين هون قصده فيه البيو ماركر. is indicative of the diagnose للليفر كانسر اللي هو الالفا فيتوبروتين. جمعت لكم اياهم كلهم حفظ، تمام. السي اي 125 للاوفاريان كانسر، الفا فيتوبروتين للليفر، للسي اي 15-3 او سي اي 27-29 هاي بريست كانسر، كالسيتونين للثايرويد كارسينوما، السي اي 19-9 بنكرياس كانسر.